طيب طيب حيتابع معه الأستاذ عبد الرحمن عتال. حنبلش لكن بمجال حنبلش بمجال العلوم. وهلأ بمجال العلوم عنا دكتور وليد طراف عم يحكينا عن فرنسا، دكتوراه بالفيزيك، وعنا دكتور إبراهيم المسلماني دكتوراه رياضيات، كمان من الشباب منا وفينا من شباب الجمعية. وكمان حيكون معنا صديقنا الأستاذ صديقي الشخصي عمر معراوي، حكينا عن مجال البايوكيمستري من الإمارات مباشرة. هلا بالإمارات، تحياتي أستاذ عمر والدكاترة إبراهيم ووليد. حنبلش بداية مع عمر لو سمحت بمجال البايوكيمستري. بس عمر بدنا نعزبك إذا فينا، مثل ما حكينا مع كل المختصين مبسوطين بالمحتوى اللي عم يحكوه والقيمة المضافة، بس نجرب قدنا فينا موضوع الوقت لا حتى نضل هيك جذبين انتباه كل الطلاب، وبذات الوقت نغنيهم بالمحتوى اللي بدهم اياه. صباحو او ما بعرف، مساء الخير عمر. مرحبا سليمان، مساء الخير ويعطيك الف عافيه. مساء الخير للجميع، اكيد صوتي واضح. ممتاز. اوكي، ما كثير ضيع وقت بموضوع تعريف عن نفسي. انا عمر، خريج كليه العلوم من جامعه بيروت العربيه سنه 2014، وهلا انا مدير منطقه ابو ظبي واماره ابو ظبي بالامارات لشركه اجما اوبتيكال سبلاي. بشكل عام انا حابب بلش البرزنتيشن تاعيتي بشغله كثير مهمه، اللي هي السلايد اللي مثل ما شايفين اول العنوان تاعها هو افكر خارج الصندوق. يعني انا لما انا بدي انقي الاختصاص تاعي، على اي منطق بدي انقي الاختصاص تاعي، هيدا الاشياء مهمه كثير، مش بس اذا انا بدي اعرف حالي اذا حفوت على كليه العلوم او لا، هي مهمه لحتى انا اخذ قراري بدي فوت على اي كليه كانت بالجامعه. اول نقطه هي ابتعد عن اماكن الازدحام. شو بنقصد فيها لهيدا القاعده المهمه؟ النقطه المهمه هاي هي نفس الفكره، لما انا اكون عم سوق على الطريق واجي لاقي في شارع بقلبه عجقه سير، بيجي بروح باخذ الطرقات الفرعيه لحتى ابتعد عن العجقه واقطع عنها. فالموضوع هيدا بينطبق نفس الشيء على موضوع انه انا اختار اختصاصي بالجامعه. يعني انا مثلا حنعطي مثلا مثال بسيط على سبيل المثال للحصر، اكيد يعني في جامعات، في اختصاصات بالجامعات مثلا كثير معروف انه هي مثلا بتخرج اعداد ضخمه كل سنه بتخرج اعداد ضخمه من كل الجامعات، مش بس بلبنان، بمختلف دول العالم العربي. طب هدول الكليات انا شو يعني، هل بيعني انه انا ما فوت عليهم او فوت عليهم؟ اكيد انا بدي اجرب قد ما في انه ابتعد عن المحلات اللي فيها عجقه، لانه اخر شيء انا، لانه اذا بدي اكون هلا عم بنجح بحياتي والمع باختصاصي، لازم شوي ابتعد عن هالمحلات اللي فيها كومبيتيشن كثير عالي، اللي فيها منافسه جدا عاليه. فهيدي نقطه كثير مهمه بدنا ننتبه لها لنكون نختار اختصاصنا بالجامعه. ممكن اوقات اختصاصين يكونوا كثير قراب لبعض، واحد كثير مطلوب والثاني صار في منه وفرة ضخمة بالعمالة، فما بقى عم يلاقوا العالم وظيفة. فهيدي نقطة كتير بدنا نتخدمها على الاعتبار. النقطة الثانية هي موضوع ما هي ثلاثية الإنسان الناجح المبدع. يا جماعة الخير كتير مهم بدنا ننتبه لها، ويا صبايا ويا شباب، أنه نحن بعالم هلأ في نسبة الناس اللي بدهم شغل هي أكتر بكتير من نسبة الوظائف المطروحة. أنا بسأل حالي هلأ، طب كيف بدي أشتغل يا عمر؟ خوفتني، عم تحبطنا. أبداً، بالعكس، هيدا اللي لازم يخليك تكون عم تزيد الحافز تاعك، انه انت تكون غير عن العالم الباقيين، غير عن الناس العاديين. نحن هلا ما بقى بدنا ناس عاديين بالعالم، بدنا ناس يكونوا شوي عندهم الكرياتيفيتي، الابداع، يكونوا لامعين ببيئتهم. كيف بدي اكون لامع؟ ثلاث نقاط لازم تجتمع مع بعضها. اول نقطه هي موهبتي انا، مثلا ولا فور اكزامبل انا بحب مثلا ربي حيوانات، بحب رب الصوص ورب تيرتل ورب بسينة. فهذا مثلا اعطي على مثل بسيط، يعني هذا مثلا موهبتي انه انا بحب تربيه الحيوانات. فهذا بيعني مثلا انا لحتى اكون مبدع ببكره بمجتمعي، شو مثلا روح مثلا ادرس طب بيطري. ليش؟ لانه انا بس لما اكون موهبتي انه انا بحب كثير الحيوانات، بحب اعتني فيهم وعلى طول بسوي ريسيرش عنهم وبحبش عنهم، وانا دارس طب بيطري على سبيل المثال، بكره لما اشتغل بسوق العمل وانزل بهالشغف وبالعلم اللي اخذته من الجامعه رح ابدع. فعشان هيك ثلاث امور لازم تجتمع مع بعضها، هي بتكون قاعده الانسان الناجح المبدع: الموهبه عندما تجتمع مع الاختصاص الجامعي والوظيفه اللي انا حاشتغلها بالمستقبل.
النقطة الثالثة هي مين بيختار لتخصص جامعي؟ هذا السؤال للأسف أوقات بيوقف عند بعض يوقف عند بعض أوقات الأعراف والتقاليد، إنه أنا بدي أشوف أمي شو بتنصحني، أو بي شو بينصحني، أو مثلا أنا والله شفت خالي ناجح ومهندس شاطر كتير، سو أنا بصير I will get influenced by him، بصير أنا بتأثر إنه أنا بدي أكون أنا لحتى أكون إنسان ناجح لازم أكون مهندس. أبدا، مع طول النجاح مرتبط باختصاص معين. ممكن يكون خالي ناجح بالهندسة لأنه هو عنده الكابابيلتيز وعنده المهارات اللي بتخليه ينجح بالدومين تاعه. هذا ما بيعني انه انا عندي اياها نفس ذاتها، يمكن انا ما عندي المهارات اللي خالي عنده اياها. فبدنا ننتبه على هالمواضيع اللي نحن منتشره كثير عنا بالمجتمع، انه نحن اوقات بننغر بنجاح غيرنا وبنصير بنلحق اختصاص مع العلم انه يكون اختصاص ما بيناسبنا. فهي شغله كثير مهمه، فما حدا بيختار لك تخصصك الا انت. النقطه قبل الاخيره اللي هي شو هو النجاح، وهل هو النجاح مرتبط بالذكاء؟ ابدا ابدا النجاح ما انه مرتبط بالذكاء. حتقول لي اف عمر شو هالحكي هيدا، كيف هيدا الشيء، ما معقول انه اصلا الانسان اذا ما عنده ذكي يعني ما بينجح. ابدا، مين قال لك اصلا انه اغلب الناس اللي هلا نحن معروفين بعالمنا هي ذكيه، يعني اللي هي هلا لامعه او اللي هي هلا مستلمه شركات كبيره؟ بس الشخص اوقات اذا ما كان عنده اذا بدكم الذكاء بال يعني بالعقل هو خلقان منه وفي بلت ان اوكي في يشتغل على حاله. عشان هيك اوعى حدا فيكم يحبط اذا والله انا سقطت بماده، او اذا انا والله مثلا ما عملت منيح بهيدا الكورس. ابدا، على طول اشتغل على حالك، وكل ما نحن بنقدر انه تو بي مور هارد وركر كل ما نحن ان شاء الله رح نكون ناجحين. هذا الشيء منه متعلق ابدا بالذكاء، مش بس الاشخاص الاذكياء هن اللي بينجحوا، الاشخاص اللي هن ذي هارد وركر كمان بينجحوا. اخر نقطه هي موضوع المتطلبات للجامعه. كثير مهم ننتبه على نقطة يا شباب ويا صبايا، هي انه انا لما بدي فوت على الجامعة في اوقات اشياء بتكون بريكويزيت متطلبة مني، هي موضوع بعض الاكزامز مثلا، امتحانات مثلا توفل، مثل مثلا اوقات السات، هدول اشياء كثير مهمة. اوقات الطالب بيكون حابب يفوت على اختصاص، للاسف ما بيقدر يفوت عليه لانه هو منه عنده هيدا الامتحان ومنه مساواه. والمشكله اوقات انه في امتحانات مثل التوفل والسات لها مواعيد محدده بالسنه، يعني اذا نحن قطعنا هالموعد راحت للسنه الجايه لنقدر نرجع نسوي مره ثانيه. فهدول الشغلات كثير مهم ننتبه لهم. هلا بيجي هون السؤال الاخير، فينا نروح هلا على ايوه. فهلا بيجي كثير ناس اوقات بيسالوني بيقولوا لي عمر البايوكيمستري هيدا اختصاص نحن ما سامعين عنه الا انه هو هيدا اختصاص للي بده يفوت استاذ، او هذا الاختصاص اللي مثلا ما انقبل بالطب، او اللي ما انقبل بالصيدله، او اللي ما انقبل بالفيزيوثيرابي انه انا يفوت عليه خلاص، ما انه الجامعه بتقول له فوت على هذا الاختصاص، ما انت ما انقبل بهذه الكليه، احسن ما تقعد بلا جامعه ما فوتك على اختصاص البايوكيمستري او البيولوجي او الكيمستري. وهذا الشيء كثير غلط. بايوكيمستري من اهم الاختصاصات بالعالم، من اهم الاختصاصات بالعالم. ولاحظوا شو مكتوب عندكم على الباوربوينت هلا بالسلايد بوجكم، في اكثر من 11 مجال للشخص اللي متخرج بايوكيمستري انه يشتغل فيهم، شركات الادويه، المصانع، المراكز. يعني هلا ان شاء الله هيدا البرزنتيشن هي ريكوردد، سو ما كثير حقولهم كلهم، فيكم ترجعوا انتم تفوتوا عليهم وتشوفوهم وتتمعنوا فيهم اكثر. بس عندنا اكثر من 11 مكان بنقدر نشتغل فيه اذا درسنا بايوكيمستري. فتخيلوا قديش واسع هذا الموضوع. يعني واحد مثلا اوقات اذا مثلا كان دارس طب، بكره ما يتخرج ما بيقدر يشتغل الا طب بس، يعني بيروح بس بحكم مرضى. اما تخيلوا البايوكيمستري قديش مجالها واسع. يعني الشخص اللي بيكون بحب الاوتدور وورك، العمل خارج المكتب، حيلاقي فيها وظيفه. الشخص اللي بيحب الاندور وورك حيلاقي فيها وظيفه. الشخص قصدك من ناحيه انه طبيعه العمل متنوعه اكثر من غيره، كثير تنوع. كثير يعني بالضبط. فعشان هيك اي شخص عنده اي مهاره او بيحب اي نوع بيقدر يلاقي حاله بالبايوكيمستري. هلا اذا بنروح قبل نفوت بديتيلز انه مثلا شو التفاصيل عن كل عن كل عن كل مجال العمل بالبايوكيمستري متاح لنا نحن كاشخاص درسنا او حندرس بايوكيمستري. اذا فينا عمر اذا فيني عزبك نركز على شو المجالات اللي او يعني كل ما كل شو المهاره، اكثر مهاره او اثنين بدهم اياها من دون ما نفوت بموضوع المعاش. سو النقطه مثلا اول مهنه ممكن اللي يتخرج بايوكيمستري انه يشتغلها هي مثلا موضوع يشتغل به المصانع الدوائيه او بالمصانع الاغذيه. اوكي سو مثلا واحد لحتى يقرر يفوت على هيدا المجال العمل لازم يكون يعرف حاله انه هو هيدا الانسان اللي حيعيش بعمل روتيني يومي،
حيعيد نفسه، وبذات الوقت بده يكون بحب الجروب وورك، العمل الجماعي، لانه بالشغل بالمصانع الدوائيه انت حتكون مسؤول عن مجموعه من الموظفين، انت بدك تعرف كيف تدير. نقطة مثلاً المجال الثاني اللي واحد يشتغل فيه إذا تخرج من البايوكيمستري هو من مراكز الأبحاث العلمية، ومراكز الأبحاث العلمية وخاصة هلأ أكيد بتعرفوا أنتم لما قطعنا بكوفيد بانديميك بالكورونا، أنه مراكز الأبحاث العلمية إذا بدكم يعني اشتغلت شغل ما أحد اشتغله بكل القطاعات الباقية، فكمان هذا شيء كتير مهم ومطلوب بالعالم. لا بل بالعكس، الشخص اللي بيدرسه واللي بيكون مخطط يفوت عليه رح يكون من اللامعين، لانه اخر شيء الناس اللي بيحبوا يشتغلوا بهالمجال كتير قلال. فكمان من الاشياء المهمه بهيدا المجال اللي تفوت عليه وتقرر تفوت على مراكز الابحاث العلميه هي ان تكون انت بتحب الدقه بشغلك، وهيدي حيكون فيها اكثر العمل فردي مش جماعي، هيدي الشغله بدنا ننتبه لها كثير. المكان الثالث اللي فينا نشتغل فيه هو المصانع الكيميائيه. عمر أكيد نشوف أوقات في محلات وفي مصانع. عمر سمعني؟ ألو؟ بدي أعزبك بس أنا دقيقة ونص بدنا نخلص، دقيقة ونص ما أكثر، فإذا أكيد. إذا فينا أوكي 100% أنا حخلص بدقيقة ونص إن شاء الله. فموضوع مثلا كمان المصانع الكيميائية، فهي كمان مثلا كيف إحنا لما نشوف مثلا الدهانات وما الدهانات، هي كلها في وراها مصانع عم تصنعها، تمام؟ وكمان في عندنا المدارس، أكيد كلنا نعرف انه اللي بيدرس بيولوجي او كيمستري او فيزيكس بيقدر يدرس بالمدارس. هلا بنروح على السلايد اللي بعده سليمان. سو بنجي كمان بنشوف المكان الخامس اللي فيه يشتغل فيه هو الواحد كمان المستشفيات، المستوصفات، المختبرات الطبيه، وهيدي كمان مين للناس اللي بيفوتوا عليها لازم يكونوا بيحبوا العمل الاندور، العمل المكتبي، لانه شغلنا كله جوات المكتبه، انت قاعد بوجه المكنه وعم تشتغل معها لحتى تسوي فحص الدم شو نتيجته وفحص ال شو اسمه الكريات البيضاء والكريات والى ما هنالك. اذا بدنا نروح على كمان شركات المعدات الطبيه اللي احنا بنسميها ميديكال اكويبمنت كومبانيز، هيدي كمان من الاشغال اللي كتير بيلجأوا فيها الشباب مينلي اللي بيتخصصوا بالبايوكيمستري. البنات اكيد فيهم يشتغلوا فيها، بس الشباب بيروحوا اكثر عليها لانه شغله برا وبده سواقه على طول وكذا، بس كمان في كتير صبايا لامعين بهيدا الدومين. فالاشياء المطلوبه للشخص يشتغل بشركات المعدات الطبيه انه يكون بحب العمل الخارجي، يكون بحب يبني علاقات على طول مع العالم المختلفه، بيكون ما بيعرفها يروح يجرب يعمل علاقه معه، فهي شغله كثير مهمه. وكمان من الاماكن اللي فيه يشتغل فيها الشخص اللي بيتخصص بالكيمستري هي الصيدله، فيك تشتغل كمساعد صيدله، ما فيك تشتغل كصيدله لانه قانونيا ممنوع لا بلبنان ولا برات لبنان، بس كمساعد صيدله. واخر وحده هي شركات الادويه والمكملات الغذائيه اللي انا بشتغل بوحده منهم بالامارات. بيجي السؤال هلا بينسال انه باي جامعات في بقلبه بايوكيمستري بلبنان؟ ما في الا باي جامعات بتدرس البايوكيمستري بلبنان، ما في الا 6 جامعات عندهم بايوكيمستري ميجر بس، لان الجامعه اللبنانيه العربيه، الجامعه الامريكيه ببيروت، والجامعه اللبنانيه العالميه، جامعه البلاماند اللي هي بالشمال، والجامعه الاسلاميه اللي هي على خلده. اما الجامعات اللي بيدرسوا الكيمستري والعلوم الاحياء اللي هي البيولوجي، فهي فعليا بتزيد اربع اكثريه الجامعات بتدرس البيولوجي والكيمستري. طب هلا كيف شوف شو اخر فكره نعقب عليها، هل هي كيف بوصل لمناصب اداريه من كليه العلوم، كونه انت كنت علوم وهلا حاليا مسؤول منطقه ابو ظبي، او بنحكي شو بختار بين الكيمستري بايوكيمستري والبيولوجي؟ انا برايي هيدي كيف بنختار بيناتهم، اذا فيك تكتب لنا على الشات بعد شوي، بس بدي ب 30 ثانيه بس كل حدا علوم عنده طموح قيادي او اداري تعطينا خبرتك بهذا المجال ب 30 ثانيه عمر لو سمحت. ب 30 بالضبط 100%. اي شخص عم يشتغل باي مجال حكينا عنه، باي مهنه ذكرناها مسبقا بال 11 مكان عمل، اوكي، اي شخص فعليا بيشتغل فيهم بيقدر يوصل لمناصب قياديه اذا اشتغل على حاله واخذ شهادات زياده. مثلا نحن فينا مثلا والله الام بي اي، الواحد اللي بيشتغل ام بي اي او اللي بياخذ ادكيشن، يعني مثلا الشخص اللي عم يشتغل بالمدارس وراح اخذ ماسترز بالادكيشن بيقدر بعدين شوي شوي يطلع ويصير مثلا ناظر ويصير مدير مدرسه والى ما هنالك، وعلى ذلك فقس بكل المجالات 100%. وفي حال حدا حابب يعرف اكثر من عمر